أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إخواننا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04130305191. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2014 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. العربية فيها جميع الكماليات، العربية فيها تكييف، العربية فيها باور، العربية فيها سنتر لوك، العربية فيها كمان زجاج كهرباء، العربية فيها رخصة لمدة شهرين مرور الفيوم، العربية فابريكا بالكامل من الداخل والخارج بدون جرام بويا واحد، العربية حالة الموتور سليمة وآلات الجر والشاسيه بتاع العربية بحالة ممتازة، العربية فيها كاوتش جديد وكمان فيها بطارية جديدة، العربية عليها طقم عدة كاملة، العربية بدون مشاكل أو ملاحظات. يعني حضرتك لو ربنا كرمك واشتريت العربية مش هتصرف عليها جنيه. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2014. سعر العربية 215,000 جنيه قابل للتفاوض، سعرها 215,000 جنيه قابل للتفاوض. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-320-03492. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-320-03492. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.